السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة من الله عز وجل. احنا النهاردة مسافرين مطروح وحبينا ننقل لكم احداث اخر تطورات في طريق مطروح. طبعا احنا دلوقتي لسه طالعين من العلمين وطلعنا الكوبري اللي هينزلنا عند الكوبري اللي هيطلعنا على طريق مطروح. طبعا يا جماعة الطريق ما شاء الله لغاية دلوقتي ممتاز جدا، العلمين تحفة ما فيهوش أي مشكلة وما فيهوش أي إصلاحات. العيد اللي فات كان فيه إصلاحات، دلوقتي ما فيش أي حاجة. والصحراوي طريق اسكندرية الصحراوي اتظبط، كان برضو بطيء بس اللي شغال، والسريع كان واقف، دلوقتي بقى كله تمام وزي الفل. وزي ما انتوا شايفين كده انا بنقل لكم الصورة، احنا دلوقتي طالعين كوبري اللي هينزلنا على طريق مطروح، وزي ما انتوا شايفين كده بنقل لكم الصورة. طبعا يا جماعة خلي بالكم من نزلة مطروح للي لسه ما جاش وما يعرفش الكوبري دون. طبعا ليه نزلات كتيرة، بينزلك على البطيء وعلى السريع وبيغير اتجاهك لاتجاه مطروح وانت راجع لاتجاه اسكندرية. طبعا احنا هننزل النزلة بتاعت الطريق الرئيسي بتاع مطروح، فانا حبيت ان انا انقلها الصورة اللي على يمنا دي نزلة البطيء. طبعا لو نزلت البطيء نزلت السريع كده كده النزلتين دول في الاخر بيبقوا سريع، يعني البطيء ده مدته حوالي كيلو او 2 كيلو بالظبط، وبعد كده الطريق بيبقى كله واحد، يعني اذا كنت نزلت هنا او نزلت هنا. طبعا اول حاجة لازم تاخد بالك منها وانت على طريق مطروح، وطالما طلعت الكوبري كده يبقى السرعة 80، السرعة 80 في شهر 7 و8 و9، السرعة 80 عشان في ناس بتقول السرعة 100، وخلي بالكم هتشيلوا مخالفات كتير لان الكاميرات في كل مكان، كل 2 كيلو 3 كيلو تلاقي كاميرا كاميرتين، فخلي بالكم يا جماعة. طبعا زي ما انتم شايفين الطريق ممتاز والطريق طبعا روعة، هو الاصلاحات مش هنا خالص، بس انا حبيت ان انا انقل لكم الصورة والكوبري اللي هو دون عشان في ناس بتتلخبط فيه، فحبيت ان انا انزله، وان شاء الله هجيب لكم الاصلاحات اللي في باقي الطريق اللي هي من بعد الضبعة بإذن الله. طبعا هنا المنطقة كلها كل شوية تلاقي كمين علشان خاطر الحاجات اللي هي موجودة في المكان ده، زي مارينا زي العلمين الجديدة، فالله المستعان. يعني زي ما انتم شايفين الطريق لغاية دلوقتي ممتاز. هقفل بقى وهايه ونجيب الاصلاحات تبتدي منين بإذن الله. وكده بقى وصلنا بعد الضبعة وبعد محطة الضبعة النووية، لقيت الطريق ما شاء الله ممتاز، كمحارة والخطوط البيضاء وكله متظبط وكله تمام، ويعني في حتت كتيرة انتهت مش زي العيد اللي فات والبهدلة بتاعت العيد اللي فات. بس برضو الطريق يا جماعة لسه فيه اصلاحات، يعني هنشوف دلوقتي مع بعضينا ان الطريق خلاص جينا هنا وانتهى الخطوط البيضاء والرسومات وبتاعت الارض وكله تمام. دخلنا بقى على طريق اتسفلت بس مفهوش خطوط البيضاء ولسه مكملش وما انتهوش من ايه من عملية، هما سفلتوه بس لسه خطوط البيضاء مش موجودة على الأرض. طبعا هنكمل معاكم لأن لسه الطريق معانا، لسه الطريق طويل، وطبعا احنا كده بداية فاضل 100 كيلو على مطروح بالظبط، 100 كيلو بالظبط. فياريت كل اللي يجي نصيحة امشي بالنهار متمشيش بالليل، لأن خطوط البيضاء اللي في الأرض دي اللي بتبين لك تمشي فين وتمشي في انهي حاره عشان ما تخشش على الحاره اللي جنبك ولا قدر الله يحصل حوادث. وطبعا ومن هنا ابتدينا باول تحويله في الطريق، كده فاضل حوالي 90 كيلو ونوصل مطروح. طبعا دي اول تحويله لسه اهي حالا اهي. طبعا تخيل بقى لو انت جاي بالليل ونازل بتجري كده على الطريق وعايز توصل، لان بتبقى انت في اخر الطريق عايز تنجز وتوصل وتعمل، فما تشوفش العلامات ولا قدر الله يحصل اي مشاكل. فطبعا يا
جماعة بعد إذنكم، أنت رايح تصيف رايح تستمتع، فخلي بالك من الطريق وتمشي براحتك وتوصل إن شاء الله. لو اتأخرت ساعة ساعتين ثلاثة بس توصل بأمان وبسلام بإذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين الطريق رايح جاي، ما بينه شوية رصيفة أو شوية طوب محدود ما بين الطريقين، وده أغلب الطريق اللي هو بعد الضبعة لغاية مطروح، أغلب الطريق هيبقى كده. فطبعا وفي حتة يا جماعة ما فيهاش طوب ومفيش فاصل ما بين الطريقين، حتت بسيطة برضو مش حتت كبيرة للأمانة تتقال. بس أنا عايز أقول لكم إن برضو الطريق متسفلت، يعني العيد اللي فات كان الطريق مكسر وفي فاصل ما بين الطريقين، دلوقتي الطريق متسفلت بس في فاصل ما بين الطريقين. بس ما أعتقدش إن هما يخلصوه على أول سبعة زي ما أنا ما سمعت. طبعا زي ما أنتم شايفين كده حاجة مهمة أوي لازم تخلي بالكم منها، إيه هي بقى؟ وانت ماشي كده مرة واحدة بتلاقي مكان عامل زي الصينية، كأنك بتلف حوالين صينية وفي النص ده رملة، فطبعا اللي جاي بسرعة واندفاع ومخدش باله هيخش في قلب الرملة. ان شاء الله كله ياخد باله ويوصل بسلام بإذن الله. فطبعا زي ما انتم شايفين كده اللي خد ده حاجة عاملة زي الصينية في قلب الأرض محفورة، ما نعرفش بقى هيعملوها صينية هيعملوا ايه في المكان ده، بس من الواضح ان الطريق هيبقى محوري كده لافف. وبقية الطريق زي ما انتم شايفين كده برضو فواصل هتقابلك تاني وهكذا، يعني الطريق كله مقسوم لثلاث مراحل، هيبقى فواصل زي ما انتم شايفين كده اهو، وطبعا في حتت زحمة، حتت ما ينفعش تتجاوز اللي جنبك عشان بتبقى ضيقة، وفي حتت واسعة ينفع تتجاوز من اللي قدامك. فخلي بالكم برضو ما تحاولوش تستعجله وتحاول تعدي من اللي قدامك وهو مش واخد باله منك وهكذا. فطبعا زي ما انتم شايفين الطريق فاصل كده، وفي الصينية زي ما انتم شايفين كده اهو بتلف حواليها وتحويلها، فتطلع من الفاصل تخش للصينية، تطلع من الصينية تطلع تخش التحويلة. فده باختصار الطريق، بس الطريق بصراحة مش مكسر، الطريق متسفلت بس زي ما انتم شايفين فواصل وصينية وبعد كده تحويلة. فطبعا يا ريت يا جماعة تخلي بالكم من الطريق ويمشوا بالنهار، وبلاش يا جماعة جي بي اس، انا بحذر من الجي بي اس. الجي بي اس يا جماعة اولا بيديك ان الطريق ده اللي انتم شايفينه ده بيديهولك ان هو مقفول، طبعا الطريق مش مقفول زي ما انتم شايفين، هو شغال بس في اصلاحات طبعا وفي سرعات هاديه. فطبعا بيقترح عليك طريق موازي للطريق ده في قلب الصحراء على شمالنا كده في قلب الصحراء، الطريق ده اسمه طريق الضبعه السلوم. الطريق ده يا جماعه طريق حربي، طريق حارتين، طريق مكسر، طريق اطول من الطريق دون بحوالي 35 كيلو بس من الضبعه لغايه مطروح. طبعا الناس اللي بتسالني اجي عالمين ولا اجي ضبعه، جيت عالمين، جيت ضبعه هتعدي على التحويلات دي والتكسير ده، فانا عن نفسي انصح بالعالمين لان طريق العالمين اقل 35 كيلو في حد ذاته. وهتيجي عند الضبعه ما تشغلش جي بي اس عشان ما يقترحش عليك طريق اللي هو بقول عليه الطريق اللي على شمالنا في قلب الصحراء، طبعا طريق مقطوع ولو معاك اطفال والدنيا شمس وهتبقى درجه حرارته اعلى طبعا والموضوع هيبقى صعب. وطبعا كل طول ما انت ماشي كده هتلاقي شوية مطبات وشوية حاجات كده في الارض كده، فلازم الاخر 100 كيلو ده يا جماعة لازم ان تكون منتبه جدا وما تكونش مستعجل، لان اغلبية الناس اللي بتسافر زي ما قلت بتكون مستعجلة اخر 100 كيلو عايزة توصل عايزة تستريح. لا، اعمل حسابك انت رايح على مهلك، رايح تتفسح، رايح بامان، وان شاء الله ربنا يسترها على الجميع. واتمنى اكون نقلت لكم الصورة كاملة على الطريق وعلى الدواير اللي هي في الأرض دي، خلي بالكم منها لأن بتيجي مفاجأة، وإن شاء الله بتيجوا بألف سلامة وتستمتعوا بأحلى مصيف بإذن الله وتنوروا مطروح بإذن الله. طبعا يا جماعة اللي لسه مشتركش في القناة بعد إذنك اشترك في القناة وإن شاء الله يوصل لك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين طريق حتة حلوة وحتة فيها فواصل، حتة رايح جاي، حتة رايح بس، وربنا المستعان يعني على اللي بنشوفه في الطريق. ان شاء الله يكون الفترة الجاية يكون افضل بإذن الله. نشوفكم في فيديو جديد معنا.